احنا بجبلنا هون ما بنخش لصبات الحطب، يعني تدفئه مركزيه وشغلات زي هيك ما بفش الغل الا بس الحطب، لانه كالحول والخليل منطقة عالية اللي لازمنا احنا يعني بس صبة حطب، ما بيلزم اكثر من هيك. يعني اسمع، صبة الحطب بشكل عام بتلزمك لاكثر من شغله، بتشبكها على الخزانات الشمسي بيجيك مي، بشكل تقدر تطبخ، بتسوي اي شيء، يعني الست بالبيت بتقدر تسوي اي شيء على الصوبة، تقدر تستخدمها اكثر من شغله.